زينب، بنبقى بأجواء المعرض والفن التشكيلي ووصلنا لمحطتنا الأخيرة، وبيسعدنا نرحب بسيدة سورية إلى بصمتها الخاصة بعالم الفن التشكيلي، وكان إلى بصمة خاصة وفنها كان له مجال معين راحت فيه بخطى مختلفة للحس الجرافيكي المشتق من فن الطباعة، فأبهرتنا بأجمل اللوحات. أكيد، وهذا الشيء كمان في دراسة أكاديمية، فهي حاصلة على الماجستير بالفنون الجميلة، الجائزة الأولى بفن الجرافيك على مستوى سوريا، وشاركت بكثير من المعارض والمهرجانات المهمة عربيا وعالميا. وأكيد بدنا نرحب بعشتار سوريا الفنانة لينا ديب، نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين بسوريا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا وسهلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. بالبدايه خلينا نبدا مع حضرتك من مجموعه فنانات اوغاريت، خلينا نعرف كيف تاسست وايمت. ب 2018 بدانا اول نشاط لنا، لانه سبق انا وزميلاتي فنانات اوغاريت التقينا بملتقيات ثانيه، فكنا حبينا انه نعمل هذا التجمع لفنانات تشكيليات رسامات ونحاتات بعام 2018. كان لنا اول نشاط وما زلنا مستمرين بمعارض وملتقيات فنيه. كان الهدف من تاسيس هاي النشاط هو تنشيط دور المراه في الاسره السوريه ودورها في الاسره السوريه، وإبراز دورها وأهمية نشاطاتها، وتسليط الضوء تحديدا على المرأة الفنانة وعطاءاتها الفنية. نعم، هلا يمكن سؤال شوي مطروق، بس خلينا نحكي انه الاسم اوغاريت ليش اخترتوه؟ ليش حبيتوا هيك تختاروا شيء من يعني المحافظات السورية والأبجدية الأولى؟ خبرينا. مثل ما قلت لك، نحن تجمع هو من عدة محافظات سورية. تمام. يعني من كل محافظة في فنانة. حلو. فهذا التجمع يلي هو يشكل شريحة من الفنانات السوريات من عدة محافظات. الهدف من تسميتها أوغاريت لنعطيها بصمة العراق، لأنه مثل ما بنعرف أوغاريت كان للمرأة حضورها القوي. صحيح. وكان إلى من 4000 سنة قبل. صحيح. الميلاد، فكان إلى حضورها وأهميتها ودورها في المجتمع الأوغاريتي، وكان في تقديس للمرأة. فهون حبينا نعطي اسم أوغاريت للمجموعة، كهي أنه تكون إلى بصمة هامة في العراقة في الأصول، فحبينا نرجع للجذور الأولى. ورسالة ثقافية مهمة أيضا للجميع، بما أنه معرض كمان بضم أهم الفنانات. الله يسلمك، أهلا وسهلا. خلينا نرجع على المعرض ونحكي فيه عن التحضيرات يلي كانت، عن المشاركين، إذا كان في عنوان معين أو تيمة معينة حبيتوا تتواجد من هذا المعرض. هو ما في شيء محدد بطروحاتنا، يعني صح نحن سمينا حالنا أوغاريت، بس مو فقط بنتناول يعني الحياة الأوغاريتية بنتناولها كجزء، إنما بنتناول كافة مواضيع الحياة المحيطة فينا، البيئة، المرأة، البحر، يعني الموضوعات المختلفة الاجتماعية أو الفكرية اللي بذهننا. إنما نحن بدأنا، هذا هو المعرض هو استمرار لنشاطاتنا، يعني من ملتقيات ومعارض فنية، فهو اعتيادي لأعمالنا، وكل مرة من اللي بيراقب أعمالنا بيشوف في نقلة نوعية بالمستوى، نقلة نوعية في الطروحات في الأفكار، فكل مرة في شيء جديد، لهيك بيتحمسوا العالم. كان في مثل ما شفتوا حضور كثير مهم، وما زالوا الحضور كثير مهم، عم يجينا يوميا، المعرض مستمر حتى 24 شهر، فيوميا في ناس لحد هلا، يعني حتى في ناس ما بيجوا اول يوم بيجوا ثاني يوم، مثل الفنانين او مشان يشوفوا الاعمال على رواق، يشوفوا يصير في حوار بين الفنان والفنان الثاني، يكون في محاوره بصريه حول الاعمال. نعم. طب كيف عم تشوفي واقع الفن التشكيلي اليوم بحضور هالفنانات وايضا اقبال الناس على المعرض مثل ما قلنا، واهم اللوحات يمكن اللي كانت موجوده ولفتت نظر الحاضرين؟ دائما في لوحات متميزه بتلامس الناس، فخبرينا عنها. اول شيء من حيث المعرض،
اهميته انه هو بهالظروف الصعبه اللي نحن عم نعيشها، بظروف البلد، بظروف المحاصره اللي تعرض لها البلد، انه نحن ما زلنا مستمرين في العطاء، ما زالت المرأة الفنانة مستمرة رغم كل الضغوطات اللي حولها، رغم صحيح. عملها إلى جانب زوجها في عملها الوظيفي لتقديم معيشة الأسرة، رغم دورها في البيت والأولاد، عم تاخذ وقت لحتى تنتج، تستقطع وقت خاص لتنتج أعمال صحيح. الفنية. فهون منشوف أهمية هالموضوع أنه قديش عم تقدم أعمال، بنفس الوقت منشوف أنه كيف هي عم الطروحات، يعني شو أهميتها الطروحات بظل الظروف المادية الصعبة، أنه كيف نحن عم نقدر نأمن موادنا، يعني هي ما هو موضوع سهل أبدا طبعاً. أنك تأمني المواد، صار صعب كتير تأمني المواد، المستلزمات العمل بهالظروف. لذلك دائما نحن منحاول بقدر الامكان وبقدر على يعني بقدر المستطاع انه نتابع عملنا الفني بهالظروف. خلينا نرجع شويه بالوقت والزمن مع حضرتك ونرجع لاول معرض كان لك ونربطه بالمعرض الحالي، شو اللي تغير؟ بالتاكيد في تغير كثير، وهذا الشيء اللي لازم يكون، هذا التطور الطبيعي. في بداياتي كان العمل يلي هو بدي شارك فيه بمعارض هو لازم يكون أكاديمي، يعني كلاسيكي، مثل ما الطالب بيتخرج على العمل الكلاسيكي بيكون ما له شخصيته في العمل الفني، ما له تجربته، فبيكون العمل الكلاسيكي وبيهمني اشتغل مثل ما العالم تشتغل، يعني شو اللي دارج اشتغل على نفس النسق. اختلف الآن بحكم التجربة واستمرارية البحث والعمل في العمل الفني، صار إلي شخصيتي وصار في إلي تكنيك خاص فيني وصار في إلي تجارب الشخصية نتيجة بحثي النظري وبحثي العملي. فهون في صار أنا ما بيهمني شو عم يشتغلوا الآخرين، بيهمني أقدم شيء جديد ممكن الآخرين يكون جديد بالنسبة لإلهم، ما عندهم يعني أقدم طرح جديد إسا ما مطروح على الساحة التشكيلية، وهذا هو الأهم. أكيد. طب يمكن شاركتي بكثير من المعارض، كل معرض يمكن كان له بصمة مميزة عندك وتجربة ضفتيها لتجاربك، خبرينا بمعرض أوغاريت هيك استفدتي من التجارب اللي انت شاركتي فيها عربيا وعالميا، حسيتي انه ممكن نوصل لسوريا لمعرض يحمل هذا الطابع؟ بالتأكيد، لأني لما عم بيصير هاي المعارض المشتركة وخصوصا هالتجربة مع زميلاتي فنانات أوغاريت، عم بيصير حوار نقدي فني بصري بيناتنا، عم بستفيد من تجاربهم، عم بستفيد من تجارب بعض. في تبادل خبرات. في تبادل خبرات. لما أنت عم تشتغلي بملتقى أمام زميلك، زميلتك الفنانة الأخرى، عم تشوفي شو اشتغلت، أحيانا ممكن تضيف لك شيء، فكرة جديدة، ممكن انت تضيفي له فكره جديده صحيح. في او تكنيك جديد او اسلوب جديد في العمل، فهذا بيساهم في تطوير العمل الفني. فبالتاكيد كل ما بيكون في نشاط اكبر كل ما بيكتسب الفنان خبره اكبر أكيد. ومقدره على انتاج العمل الفني اكثر. اكيد. بدنا نرجع للمعرض ونحكي اكثر عن اللوحات اللي شاركتي فيها حضرتك، وخصوصا كنت عم تذكري نقطه كثير مهمه، نوع التشاركيه اللي كانت موجوده بين الفنانات ايضا، في هيك كمان ممكن مواقف تذكري لنا اياها من الكواليس يعني ارتبطت باسم معرض أوغاريت راح يكون؟ بذكر لما باحد يعني بالملتقيات عامه، بالملتقيات بصير العمل الى جانب التشاركيات مع صار في عنا ملتقى باللاذقية، بمتحف اللاذقية، ملتقى بقلعة دمشق، تشاركية مع الجمعيات الأهلية، فبيذكرني مثلا بمرة جبنا أحد الجمعيات المتقاعدات، يعني سرطان الثدي، المتقاعدات، سرطان الأطفال، بسمة، الاس او اس، فبلفت نظري بجمعية المتقاعدات.
اني لما رحت لاتفق معهم يجوا على الملتقى لحتى نعمل تشاركيه، يعني كنا نحن نقدم لوحات نحن وياهم بالعمل سويتها، واعمال اخرى نحن نقدمها لحالنا، يكون معرض الفنانات الى جانب معرض المنتج بالتشاركيه مع الجمعيات. فالمتقاعدات يقولوا لي نحن بعد هالعمر بدنا نشتغل نحن، والله انا كنت انا بالزمان كنت احب الرسم وكنت، طب رجعي، صرت اقول لهم رجعي انت هلا صار عندك وقت، صار عندك فراغ، انه هلا انت كبرتي اولادك وخلصتي امورك الوظيفيه وكذا، فصرتي مستفضاي لحالك. صحيح. قال والله ممكن. فاجوا على اساس نحن الموعد ساعتين كل جمعيه فقط، لان نحن بس نخلص منهم بدنا نشتغل لنا شغلنا. فما بقى يروحوا، استمتعوا وضلوا كل النهار استمتعوا. قال يعني انه رجعتونا انتم للشيء اللي بنحبه. بحفل الختام فكنا جايبين شاشه كبيره كثير تعرض الاعمال، انعملوا فيلم عنا على التلفزيون، فنعرض كل الاعمال يعني النشاطات اللي كانت تصير يوميا. فنحن لقيناهم سابقيننا على حفل الختام، يعني قاعدين استمتعوا وصاروا يتشكرونا انه انتم رجعتونا لهواياتنا الاولى، انه رح نستمر نحن بهالهوايات. فانا بشوف انه هي كثير انه احنا حققنا شيء. صحيح. نفس الشيء اطفال سرطان بسمه لما اجوا كان مثلا في منهم خارجين من الجلسه هلا، فتشوفيهم عم يطيروا من الفرح، انه يعني رغم انه كانوا تعبانين استمتعوا. صحيح. يعني تحسيتي انه انت العلاج ما بس هو دوائي، العلاج كمان نفسي. صحيح. فحسوا كثير بمتعه. اكيد. يعني من خلال هي القصه اللي حكيتي لنا اياها كثير دليل قوي انه عن جد الواحد لو العمر ما بيوقف حدا عن هواياته، وخاصه مثل ما قلتي بس يخلص التزاماته ممكن يلتفت لهوايه معينه بحبها. صحيح. بوقت ما. خبرينا اليوم بدنا منك من حصيله هالتجارب، اكيد في ثمره وصلتي لها وقطفتيها، لكل حدا عم يحضرنا فنان او فنانه تشكيليه، شو بتنصحيهم اليوم؟ شو هي الخطى الصحيحه اللي لازم يمشوا عليها بهذا الطريق اللي ممكن يضيعوا فيه او تجيهم اغراءات ثانيه تحيدهم عن الطريق؟ انا بقول يعني لكل اللي بيسمعني اني الانسان ما لازم يوقف عند مرحله، دوما في مرحله جديده. صحيح. دوما في حياه جديده، ما يطلع الواحد لورا، لانه بالورا ممكن يكون في ذكريات جميله وممكن يكون في ذكريات سيئه. يعني فهي ما بوقف عندها، انا لازم استمر لقدام، فلازم استثمر الوقت المتبقي وراجع نفسي دائما انه انا شو كان، شو بحب، شو كان ممكن، لانه بلحظه بشوف الواحد مشوار الحياه بسرعه خلص، فانا شو بحب، شو لازم اعمل، لازم استمر. فما لازم الفنان يوقف عند مرحله، اذا عطى لازم يعطي اكثر، لازم يكون له تجارب مستمره دائما، لانه الانسان لا يتوقف تفكيره عن العطاء، لا تتوقف مقدرته عن العطاء. فانا دائما بحفز الجميع انه لنستمر، لنعمل دوما نحو الافضل. اكيد. خلينا نحكي هيك قبل ما نختم مع حضرتك، دائما بكل ملتقى بيجدد عنا الرغبة انه نعمل نحن شيء جديد. بعد معرض أوغاريت شو خطر ببالكم تعملوه، او اذا في تحضيرات رح تكون قادمة بعد انتهاء المعرض؟ بالتأكيد. يعني حتى نحن عادة ونحن عم يعني بارح ونحن قلنا يومين مفتتحين المعرض بلشنا بمشاريع جديدة، بأفكار جديدة، بطروحات جديدة. فنحن يعني كلياتنا عندنا معارض شخصية، يعني كل فناني من الفنانات إن كانت رسامي أو نحاتي إضافة إلى مشاركتها ضمن تشكيل فنانات أوغاريت عندها معارضها الخاصة. فنحن وعندها عملة، يعني كلياتنا عندها عمل آخر، إن كان تدريس بالجامعة، أنا بدرس بالجامعة، زميلاتي عندهم معاهد رسم خاصة فيهم، في المدارس، في يعني كلياتنا عندنا عمل آخر. بس دائما عندنا تفكير انه بكره شو بدنا نعمل، مثلا بالشهر الرابع عندنا نشاط، بالشهر السادس عندنا نشاط، ممكن يكون ملتقى، هلا عملنا معرض ممكن يكون ملتقى. فدائما بنعمل دراسه، نحن باعتبار تشكيل من عده محافظات سوريات، طبعا الدراسه بدها تكون تناسب الجميع بين ظروفهم الخاصه في الوقت وفي الالتزام، وبنفس الوقت
مع الجهة الأخرى اللي هي ممكن تكون سبونسر لإلنا. فدائما عندنا دراسة لمشاريع قادمة، ممكن تكون بتشاركية مع التربية، ممكن تكون تشاركية مع الجمعيات، ممكن تكون تشاركية مع أطفال الحي. يعني مهم أنه يكون في تشاركية مع جهة ما، لأنه نحن هدفنا نبس النشاط الفني في المجتمع. يعني الفنان لا يكتفي في أنه يقدم عمله الفني، لازم هل تشاركية بتعطي دعم أكثر وانتشار أكثر للعمل الفني، وبتأثر إيجابيا في نفوس المتلقين، في نفوس الناس، لأنه هي هي هدف الفن، أنه يبث روح الأمل والراحة النفسية بالنسبة للناس. أكيد. وقديه نحن بحاجة اليوم لهي المعارض، يعني لحتى فعلا بس هي الروح الإيجابية بظل كل الظروف صعبة. وقديه نحن فخورين بالسيدات السوريات اللي بكل الظروف أثبتوا أنه هن قادرين على العطاء بأي مجال كان، وخاصة الفن التشكيلي هو يعتبر سفير أيضا لكل الشعوب لإيصال رسائل كتير مهمة. صحيح. فكيف إذا كان صحيح، وخصوصا الفنون البصرية هي تقوم مقام اللغة، يعني أكيد. تدخل كل المجتمعات بدون لغة، مقام صحيح. اللغة تنتشر مثل ما بنعرف بالحضارة الأوغاريتية، التقيت أول نوتة موسيقية صحيح. التقيت أول أبجدية في التاريخ، فهي تنشر الفن وعبر الرسومات. يعني هي الرقيم هي رسومات بالآخر. صحيح. شكرا لوجودك معنا، ونتمنى لك التوفيق أنت وكل اللي كان مشارك معك من السيدات من المحافظات السورية. قد حلو أوغاريت تجمع كل المحافظات، لا هيك تعطي صورة حلوة كتير عن سوريا. أتمنى لك التوفيق يا رب بالمعارض القادمة، ونشوفكم دائما سيدات سوريا رافعين اسم سوريا دائما بالعالي. شكرا لكم. شكرا لكم لحواركم الشيق، ولأسلوبكم الجميل، وللإعداد الجميل، وشكرا للإخباري السوري. أهلا وسهلا فيك. فنانة لينا ديب، نائب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا، شرفتوا. أهلا.